تغطيه ملعبين منتخبنا الوطني في حراسه المرمى صمبا جاي من نادي الاكسار رقم 2 جيب المالك من الخطوط الجويه الموريتانيه رقم 3 ابراهيم المولود من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 15 محمد والطهر من وهذا لاعب قادم من مدينه تنواذيب والعاصمه الاقتصاديه وخطا هناك حذار من الاخطاء اذا نواصل رقم 16 كوناتي حضرمي من فريق الاكسار رقم 6 السناد ولي سليمان من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 14 الحاسيسي من الخطوط الجويه الموريتانيه رقم 8 محمد سالم والموسى من الصندوق الوطني رقم 10 احمد والعليا من الحرس الوطني رقم 9 احمد والحمدي من نادي الشرطه رقم 7 احمد سيدي بي من نادي الاكسار بالنسبه للاحتياط هناك رقم هناك حارس مرمى محمد فودي من الخطوط الجويه الموريتانيه رقم 4 داهي والطالب من الخطوط ايضا رقم 14 ابراهيم نضو من الخطوط الجويه رقم 5 احمد دابو من نادي البريد ورقم 18 عثمان وليالي من نادي الاكسار بالنسبه للمدرب هو السيد بمبا ولدده بالنسبة للفريق الوطني المغربي في حراسة مرمى الفويس القوات المساعدة رقم 2 لطفي هشام رقم 2 لطفي هشام من الدفاع الحسني الجديدي رقم 3 سطاع مصطفى من اتحاد طنجة رقم 4 شيبو يوسف من النادي القنيطري رقم 5 العوني من الجيش الملكي رقم 6 الطالب عثمان من القوات المساعدة رقم 7 عادل الوداد البيضاوي رقم 8 صدر يوسف الوداد البيضاوي رقم 9 معتوق مراد الوداد البيضاوي رقم 10 جردان الرجاء البيضاوي رقم 10 علوي مراد اتحاد سطاط بالنسبة للاحتياط هناك رقم 12 قندوز من الاحتياط رقم 13 غالي دريك من اتحاد تطوان رقم 14 ري محمد من الوداد داست رقم 15 بن القنيطري جمال نادي الخميسات ورقم 16 الحضرمي عبد الكريم الجيش الملكي المدرب هو عكوش محمد وبالنسبة للتحكيم بالنسبه للتحكيم هو بوركينابي حكم الوسط ييغوبا وحكمي التمهيد جوزيف ماري وساليب بالنسبه لمراقب المباراه هو المالي امادو جاكيتي الان ضربه مرمى لصالح الفريق الوطني وضربه طويله في وسط الميدان رقم 14 من الفريق المغربي كره طويله الى رقم 10 جردان وتخرج تماس لصالح المنتخب الوطني جاب مالك الى السناد السناد يحاول ان يراوغ ورقم 10 انقطع الفريق المغربي من جديد رقم 2 من التشكيله المغربيه لطفي هشام لطفي هشام على ناحيه لطفي ملعوبه الى من الى معتوق والدفاع الوطني يتدخل من جديد وكره ما زالت مغربيه وتماس لصالح الفريق المغربي الطالب عمر في التنفيذ الى اسطاع مصطفى سطاع مصطفى في وسط الميدان سطاع مصطفى يلعب الكرة إلى من؟ إلى معتوق من جديد وهو معتوق إلى لطفي هشام لطفي هشام يحول اتجاه الكرة إلى الناحية الثانية ويتدخل محمد جواب ليحيل الكرة لا تخرج وهجوم مغربي جديد والدفاع يتمكن من صد هذا الهجوم والآن رقم 7 من التشكيلة الوطنية وهجوم لصالح الفريق الوطني رقم 5 من الفريق المغربي يتدخل ليعيد الكرة في النهاية إلى طويس حارس المرمى المغربي كرة طويلة من طويس في وسط الميدان باتجاه من جردان جردان طويلة إلى عادل عادل يحاول أن يراوغ ويراوغ كرة طويلة وضع بسرعة إلى حارس المرمى جاي الذي يعطي الكرة إلى من أحمد الطاهر سناد لمن سيسي سيحاول يراوغ وينطلق الناحية ورقم جلالة من الفريق المغربي تنفيذ محمد الطاهر محمد الطاهر باتجاه من؟ اتجاه سناد واو والدفاع المغربي يعيد كرة إلى حارس المرمى طويس وضربة طويلة من طويس في وسط الميدان الآن الفريق المغربي دائما شيبو يوسف اتجاه من؟ صدري يوسف صدري ويتدخل سناد وخطأ يرتكب ضد اللاعب سناد في التنفيذ جيبي مالك ويعد الكرة إلى إبراهيم المولود إبراهيم ويعد الكرة إلى
فلعب الحاج السيسي ونرجع يقوم بسلامة وبالفعل يشفى اللاعب السيسي ولله الحمد وينفذ الخطأ لصالح تشكيلة المنتخب الوطني وخلف الكرة مباشرة اللاعب محمد سالم الموسى وأحمد العليا من سينفذ محمد سالم وأحمد العليا تصطدم بالجدار المغربي ومن جديد أنزل الفريق المغربي تقطع لصالح الفريق الوطني سناد يراوغ مراوغة جيدة إلى من؟ إلى الحاسيسي الكرة طويلة واحد ولسالة محمد الطاهر ويتدخل الفريق المغربي ويعيدها بكل بساطة وبرودة أعصاب إلى حارس المرمى دفاع وطني مستميت لحد الآن وشلالة يتمكن من السيطرة على الكرة وسرعة أحمد العليا أحمد ولو وسناد من جديد كرة مغربية ولا يوجد أي خطأ والحاكم يترك المقابلة كما هي ولكن تخرج تناس بعد أن ضرب اللاعب صدري يوسف باتجاه المهاجم عادل هناك معتق مراد من التشكيلة المغربية يبدو أنه أصيب قبل قليل والآن ننتظر إسعافه البيل العوني استطاع مصطفى ما زال يراوغ ويلعب الكرة إلى من صدري يوسف بسرعة إلى عادل يلعبها بسرعة إلى جردن وضربة وتسلل كاد تسلل اللاعب حلوي مراد إلى باتجاه سيسي بالرأس إلى من شلالة ويتدخل هشام من جديد عند الفريق المغربي علوي مراد بسرعة إلى طالبي عمار إلى عادل عند الطالبي من جديد إلى من وخطأ استناد لصالح الفريق الوطني وهجمة مرتدة السيسي ويقطع الفريق المغربي عن طريق العوني والعوني بسرعة إلى لطفي هشام لطفي إلى إلى جردان إلى من إلى صدر يوسف بسرعة إلى معتق مراد ويتدخل الدفاع الوطني لتصبح ضرب التماس لصالح التشكيلة الوطنية من بعد مرور 20 دقيقة والتعادل السلبي بين الفريقين يبحث عن أحمد العليا وخطأ ومحمد الطاهر في تنفيذ الخطأ كرة طويلة إلى من ويتدخل الدفاع المغربي ضرب التماس لا هدف يا سلام الهدف الأول لصالح الفريق الوطني عن طريق اللاعب أحمد سيدي بيه في الدقيقة 27 وتعم الفرحة في الملعب الأولمبي بعد هجمة منسقة لصالح الفريق الوطني يفتتح اللاعب أحمد سيدي بيه شباك الفريق المغربي بإصابة رائعة أحمد وتبدأ المقابلة من جديد للفريق المغربي عادل لطفي هشام إلى معتق مراد يبحث عن صدري يوسف ويتدخل صدري يوسف دائما ويتدخل سند يا سلام مراوغات وخطأ لصالح الفريق المغربي إلى السند يراوغ ويلعب كرة جميلة إلى إبراهيم نضاو الذي يبحث عن أحمد العليا الذي يعطي الكرة طويلة إلى أحمد سيدي بي من جديد ويتدخل الحارس المغربي إلى محمد الطاهر من جديد يحاول أن يراوغ وتماس آخر للفريق المغربي هذه المرة يقول الحكم المركزي يقوبا في هذه يعلن الحكم عن انتهاء الشوط الاول من مقابلة الذهاب بين منتخبنا الوطني ونظيره المغربي بتغلب عناصر التشكيلة الوطنية بإصابة للاشي الإصابة سجلت عن طريق اللاعب أحمد سيدي بي في الدقيقة 17 بعد هجمة منسقة أيها السادة نحن الآن في انتظار صفارة الحكم لبدء الشوط الثاني من هذه المقابلة والتي لتذكرتها شوطها الأول بانتصار فريقنا الوطني بإصابة دون مقابل وهناك تغيير في تشكيلة الفريق المغربي وقبل انطلاقة للاعب أحمد سيدي بي إذن معتوقي يبحث عن من جردان ينطلق لا يلعب كرة طويلة إلى طالبي عمار يغير اتجاه الكرة إلى معتوقي مراد من جديد ويحاول أن يراوغ وخطأ الجمهور يحتج لأن لم يكن هناك خطأ والحكم
ثلاث لاعبين مغاربه وراء الكره هم عادل وجردان وكذلك علوي مراد، وينضم اليهم معتوقي مراد. اربع لاعبين مغاربه، سينفذ علوي يتركها الى عادل، وعادل الى جردان، تصطدم بالدفاع الموريتاني من جديد، عند لاعب كره عرضيه وتسلل. جردان كرس الى مراد، علوي مراد وهدف، لا 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 غير معقول، خطا استغله الفريق المغربي لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني. خطأ في الدفاع الوطني، استغله اللاعب عادل لتسجيل هدف التعادل. ويبدأ المقابلة من جديد. إبراهيم نداو اتجاه سناد، سناد يراوغ وغالي ينتزع الكرة من جديد الفريق الموريتاني. محمد سالم موسى، وكرة طويلة مغربية باتجاه إيمان، ويتدخل حارس المنتخب الوطني أحمد ولا عليا بالتنفيذ. يبدو أن هناك أحد اللاعبين، أنه اللاعب سند رقم 6 جيبي مالك. كرة طويلة على رأس إيمان، وهدف وخطأ، ضربة يد. يبدو أن هناك أحد أفراد أحد مهاجمي الفريق الوطني، وهو مسجل هدف أحمد سيدي بيه، مصاب قرب شباك الفريق المغربي، وقد أخرج هذه اللحظات، يخرج من الملعب، ونرجو له الشفاء العاجل لمواصلة مسيرته مع الفريق الوطني. أحمد والحمد المعروف بشلالة، تضرب وضربة رأس، وفرصة ثمينة، فرصة ثمينة أخرى تتاح للاعب كوناتي حضرمي. محمد العلي ما زال متمسك بالكره، يراوغ الى محمد سالم الموسى. محمد سالم الى جيبي مالك، جيبي مالك ينطلق هجوم مضاد يسال على الفريق الوطني، وسنة ضربه مقص، وبالفعل يخرج اللاعب احمد والعلي ليترك مكانه للاعب داهي والطالب من الخطوط الجويه الموريتانيه. وينفذ التماس عن طريق لاعب طالبي عمار باتجاه ايمن، وتصطدم بجديد بالدفاع الوطني، وتخرج التماس لصالح الفريق المغربي. بالتنفيذ ايضا طالبي عمار يحاول ان يعطي الكره الى جردان، ويتدخل الدفاع الوطني عن طريق محمد سالم الموسى، طويل الى احمد سيدي بي. احمد سيدي بي يراوغ، ويتدخل الدفاع المغربي، محمد سالم الموسى من جديد، وخطا الى ان الحكم وهو سيد الموقف اعطى الخطا لصالح الفريق المغربي. لتنفيذ خطا اسطاع مصطفى الى طالبي عمار، طالبي عمار الى رقم 10 جردان، جردان يغير اتجاه الكره الى علوي مراد، علوي مراد قلبه وتصدم وعادل من جديد، وحارس المرمى قذفه قويه تسدد من خارج مربع العمليات من طرف اللاعب العلوي مراد، ويتمكن حارس المرمى الوطني صنبقي من السيطرة على الكرة بعد صعوبة وبعد شهد جهيد. هجمات مرتدة من كلا الفريقين، والآن انطلاقة على الناحية الأخرى من الملعب، وخطأ لصالح الفريق الوطني. لطفي هشام، لطفي هشام إلى العالي العوني، العوني ينطلق، وتصبح كرة مرابطية عن طريق سناد، يرفع كرة إلى من، ويتدخل بعنف لاعب طالبي عمار، ومن جديد الفريق الوطني عن طريق داهي. داهي يحاول ان ينطلق، ويراوغ مراوغات حلوه، وتنقطع عن طريق الدفاع المغربي. من جديد ابراهيم نداوي، الان الفريق المغربي يقوم بهجوم مرتد، ومن جديد محمد الطاري الى داهي. داهي ما زال محتفظ بالكره الى شلاله، من ناحيه اخرى شلاله يغير اتجاه الكره، وحارس المرمى المغربي، حارس المرمى المغربي يلعب كره طويله وسريعه الى طالبي عمار. اذا انطلاقه جديده لصالح الفريق المغربي عن طريق اللاعب على عادل، عادل لا لا، هدف، هذا الهدف المغربي الثاني، الهدف المغربي الثاني عن طريق
الهدف الثاني بعد خطأ آخر من الدفاع الفريق الوطني وخروج عن أمام كرة سهلة من عادل. عادل ويحاول اللاعب جردان أن يمر ولكن يتدخل الفريق الوطني. شلالة حلوة إلى داهي، داهي إلى سلات، لقطات حلوة في هذه اللحظة لصالة فريقنا الوطني. داهي داهي وشلالة، شلالة يدخل مربع العمليات، محمد سالم والموسى إلى إبراهيم داوى، شلالة شلالة، ولكن الحارس يتمكن من التقاط الكرة بعد أن عادها إليه اللاعب طلبي عمار. جديد عند الفريق المغربي مصطفى هشام إلى ماتوقي مراد، ماتوقي إلى من عادل، ولكن إبراهيم المولود من الفريق الوطني يتمكن من إيقاف هذه الهجمة. ومحمد سالم، محمد ولطار من جديد، محمد ولطار إلى أحمد سيدي بي، أحمد سيدي بي ما زال متمسك بالكرة، يفتح طاهر، وطاهر من جديد، طاهر يحاول إرسال كرة ويفتح أحمد سيدي بي، أحمد سيدي بي ويضرب كرة تصطدم باي من جديد، كرة غير مركزة يلعبها الآن عناصر الفريق الوطني، وحلال ينطلق الآن اللاعب جردان رقم 10، جردان رقم 10 يحاول أن يراوغ ويراوغ ويتدخل تدخل موفق اللاعب إبراهيم المولود ليبعد الخطأ وتمس. حذار من الأخطاء إذ كاد هذا الخطأ أن يسفر عن هدف قاتل للفريق المغربي، ونحن نلعب الآن في الدقيقة الثالثة بدل من الوقت بدل الضايع. أحمد سيدي بي مالك جاب طويلة، وإبراهيم واللاعب المغربي طالبي عمر يبعد الخطأ. ننتظر إذا بين اللحظة والأخرى أن يصفر الحكم البوركينابي ياكوبا انتهى المقابلة، وآخر هو محاولة الفريق الوطني وضربة ركنية، آخر ضربة ركنية إذا في هذه المقابلة، ونامل أن يستطيع عناصر الفريق الوطني تحقيق التعادل. شلالة آخر إذا محاولة، شلالة على راسمان وتدخل الدفاع المغربي، سناد من جديد، تدخل وخطأ لصالح الفريق المغربي. إذا ضاعت آخر فرصة، ولكن لنا أمل في تشكيلتنا الشابة بعد 15 يوم بالمغرب.